البصرة وسط وبابل التي ستشهد توزيع قطع الأراضي تنفيذاً لقرار سبعين القاضي بتوفير قطع الأراضي في المحافظات والأقضية والنواحي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أكدت أن المشروع وصل لنهاياته وما يجري الآن هو عملية تسقيط المخططات المعدة للأراضي بعد قيام الهيئه العليا التي يشرف عليها وزير الاعمار والاسكان بحل حالة المعوقات الخاصه بجنس وملكيه الارض حاليا باشرنا كفريق عمل موجود متواجد حاليا في محافظه البصره مدينه السيار لغرض تسقيط المخطط الذي تم اعداده المخطط القطاع الذي تم اعداده حاليا احنا عندنا جهز قطع اراضي جديده في محافظه واسط بالكوت عندنا بالمحافظه بابل عندنا ايضا محافظه الرمادي ايضا محافظه الرمادي استكملنا نقل ملكيه الارض باسم البلديه الاسعار احنا قطع الاراضي طبعا مضمون القرار رقم 70 الشرائح الفقيرة والمشمولة بالقانون الرعاية الاجتماعية احنا تم ضمن مفردات القرار انه نوزع لهم قطع اراضي ب 250 دينار المتر المربع وتكون كامله مشموله بالخدمات يعني هذه طبعا بالبصره راح نباشر هسه كخطوه اولى للاسماء اللي اجتنا من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه هذا راح يكون سعر القطعه بسعر المتر المربع 250 دينار المتر المربع وناخذ بدل الخدمات من المواطنين تداخل الصلاحيات وملكيه الاراضي العائده للدوله او المواطن ابرز المعوقات التي تقف امام الاسراع بانجاز توزيع قطع الاراضي في وقت تشكك بعض الجهات في امكانيه الحكومه بحسم هذا الملف واغلب الاراضي 99% من عدها بنسبه كبيره هي ملك الدوله. الدوله ما سوت فد ماستر بلان لتوزيع الاراضي. بكل الحكومات اللي تعاقبت هذا الموضوع خلى انه تنبني مدن عشوائيه البلديات وأمانة بغداد والمحافظات معنية في موضوع الماستر بلان التخطيط الإنماء الشامل للمدن وهذا لحد الآن ولا بلدية ولا محافظة أكملت الماستر بلان مالته مع الأسف وضعنا التخطيط في موضوع مساحات وتوزيع الأراضي على الرفوف او نتكلم فيه في الاعلام فقط. عود الحكومه في مساله قطع الاراضي حقيقه نعم هي مبادره ايجابيه ولكنها غير كافيه اخذين بنظر الاعتبار ان مساله التاخير ناتجه عن مساله تملك الاراضي في الدوله العراقيه بين وزاره الماليه والبلديات والمجالس المحليه. ضوابط توزيع قطع الاراضي والتي اعدت من قبل وزاره الاعمار والاسكان وصلت الى مكتب رئيس الوزراء بانتظار المصادقه عليها. للمباشره باعلانها للمواطنين خطوات ينتظرها الشارع وان كانت تسير بخطى سلحفاتيه او ابطا من ذلك ارشد الحاكم الرشيد الفضائي